بسم الله الرحمن الرحيم، نستكمل الدرس 4-2 اللي هو الدرس الثاني أو التطبيق الثاني في شابتر 4، وهو بيتكلم عن لاجرانج مين فاليو ثيرم، نظرية القيمة المتوسطة للاجرانج. هنا في هذه النظرية بيشترط شرطين فقط، أن تكون الدالة continuous على closed interval A و B وdifferentiable على open interval A و B. الحقيقة ده كان مسار سؤال دايما، ليه دايما ان الكونتينيوس على فترة مغلقة والديفرينشيبل على فترة مفتوحة؟ لانه في بعض الدوال لما اجي اشتقها زي دوال الجذر التربيعي مثلا سكوير روت، فبتتحول من البسط للمقام، وعشان كده كانت الفترة اللي بنشتق عليها تكون فترة مفتوحة، لان ممكن في الفترة المغلقة تبقى ايه، تبقى نون ديفرينشيبل. عشان كده بيقول هنا في الشرط الاول ان تكون الدالة continuous، والشرط الثاني ان الدالة تكون differentiable. طيب في هذه الحالة ايه اللي يحصل؟ هتلاقي نقطة C، بس هنا في هذه الحالة F dash of C مش بيساوي صفر زي نظرية رول، لا هنا F dash of C بيساوي قيمة اخرى. ايه هي القيمة الاخرى؟ بيقولك بيساوي F of B ناقص F of A على B ناقص A، وهذا معناه الهندسي ان الوتر ده او الكورد اللي هنا ده الميل بتاعه، طبعا الفرق بين FB ناقص FA على B ناقص A، هذا ميل الوتر ده او الكورد ده. النقطة C بيكون عندها المماس بيوازي هذا الوتر، وعشان هو بيوازيه فيكون له نفس الميل، يبقى هي دي ده القانون بتاع نظرية القيمة المتوسطة لاجرانج. طب ممكن يكون في اكتر من نقطة تحقق نظرية القيمة المتوسطة؟ نعم، ممكن يكون في C1 وC2، ممكن يكون في C3، يكون المماس اللي عندهم هما الاثنين بيوازي الوتر اللي واصل بين النقطتين A F of A و B F of B. شوف منطوق النظرية. ايوه بيقول لي هنا ايه، let R be a real interval function، a real valid function، ولها شرطين، انه continuous على ال A و B مغلقة و differentiable على ال A و B المفتوحة. Then there exists real number C element in A و B، يعني داخل الفترة المفتوحة، such that F dash of C equal F of B ناقص F of A على B ناقص A. هذه هي القانون اللي بنطبقه في نظرية القيمة المتوسطة. اذا هنا هي تعتبر زي نظرية رول بالظبط، بل بالعكس نظرية القيمة المتوسطة هي تعميم لنظرية رول، تعميم، حس انه لو كان F dash of C بيساوي 0 يبقى معنى كده انه ال F of A وال F of B نفس القيمة. عشان كده نظرية القيمة المتوسطة هي نظرية، هي تعميم لنظرية ايه، رول. طب السؤال هنا ممكن يجي ازاي؟ ممكن يجي على حكاية الابليكابيليتي اللي هي قابلية التطبيق، او يجيب النقطة، يطلب النقطة المطلوبة في النظرية. فنيجي للمثال الاول هنا، بيقول f of x يساوي x cubed plus x minus 4، find all values c in the interval minus 1-2 that satisfies mean value theorem. ساعات نكتب mean value theorem MVT اختصارا يعني. طيب الشرط الاول f of x is continuous ولا لا؟ continuous. at the closed interval minus 1-2 ماشي. ليه؟ لأنها polynomial. لأنها polynomial. يعني إيه polynomial؟ يعني كثيرة الحدود. وإحنا قلنا أي كثيرة حدود بتكون إيه؟ متصلة. الشرط الثاني f of x is differentiable at الفترة المفتوحة minus 1-2. ليه؟ لأنها برضو polynomial. إذن هذه الدالة تحقق نظرية القيمة المتوسطة على الفترة من سالب 1 إلى 2. طيب وإيه المطلوب تاني؟ قيمة C. طيب ما هو قيمة C دي بتقول لي أنه القانون بتاعها كده F dash of C equal
f of b ناقص f of a على b ناقص a. طبعا السؤال ده لو كان سؤال حل انا ممكن ابدأ على طول البداية من هنا من القانون، لانه هو بيقول لي find all values، يبقى معناها ان هي بتحقق النظرية، مش محتاج ان انا ايه اتحقق من خطوات. لكن احنا بنقول كده عشان يعني تفصيل اكتر وعشان تثبت الفكرة اكتر من كده. بعمل خط هنا شباب كده واكتب ان الـ a بتساوي كام والـ b بتساوي كام والـ f of a بتساوي كام والـ f of b بتساوي كام، باعتبار انه الـ a هي الناقص واحد اللي هي الفترة يعني اللي عندي، والـ b هي اتنين، والـ f of a ان انا اعوض عن السالب واحد في الدالة الاصلية، اعوض لي كده بسالب واحد يطلع كام، يطلع سالب واحد، سالب واحد يبقى سالب اتنين، سالب ستة، سالب اربعة. f of b اللي هو f of 2 هيعوض هنا يطلع 8، 8 زائد 2 10 ناقص 4 6. طيب ال f داش اجيبها منين؟ هات ال f داش هنا في الخطوه دي كده، f داش بيساوي f داش في الداله دي اللي هي كام؟ 3x سكوير بلس 1. حلو الكلام؟ طيب يبقى دي هي المشتقه، وده دليل على ان هي قابله للاشتقاق يعني بولينوميال. طيب ابدا بقى عوض فين في القانون اللي هو اف داش اوف سي، فاقول له ايه بقى؟ 3 سي سكوير ماينس 1 بلس 1 حسب ما كان عندي المشتقه هنا، حطيت السي مكان الاكس وبيساوي اف اوف بي اللي هي كام؟ 6 ناقص اف اوف اي اللي هي سالب 6 على بي اللي هي 2 ناقص اي اللي هو سالب 1. يبقى اذا 6 زائد 6 12، وادي 2 زائد 1 3، 12 على 3 يساوي كام؟ 4. يبقى هنا 3c سكوير بلس 1 ايكوال 4، حول الواحد في الجهه الثانيه يبقى 3c سكوير ايكوال 3، قسم على ديفايدد باي 3، c سكوير ايكوال 1. اذا اما c تساوي موجب او سالب طبعا هذا الجذر اللي هو 1 يعني موجب 1، او c بتساوي سالب 1. يعني احنا عارفين لما ناخد الجذر التربيعي 1 يبقى لازم اقول موجب او سالب. النقطتين دول المفروض ان هما بيحققوا لاجرانج مين فاليو ثيرم. طيب هل اخد النقطتين ولا نتأنى كده ونشوف الفترة ايه اللي فيها؟ الفترة اللي عندي من كام؟ من ماينس 1 الى 2. طب انا عاوز يكون الفترة فين؟ داخل العدد ده فين؟ داخل الفترة؟ يعني هل ده ينتمي الى سالب 1 الى 2؟ مظبوط، تمام، يبقى هذه القيمة ناخدها. طب وهذا ينتمي الى سالب 1 و 2 صحيح ولا لا؟ لا، هذا الكلام لا ينتمي، اذا هذه النقطة لا ناخدها، نقول عليها نقطة نيجليكتد يعني مستبعدة مش ضمن الحل. يبقى هي سي بتساوي 1، هي النقطة التي تحقق لاجرانج مين فاليو ثيرم. اذا الاساس في نظرية لاجرانج مين فاليو ثيرم، نظرية القيمة المتوسطة، اني بطبق في هذا القانون، هذا الاساس، هذا الاساس. طب عملية التحقيق بس خطوتين، continuous differentiable، ولما اجي اطبق في هذا القانون لازم اطلع كل الايه القيم هذه واجيب المشتقة. طبعا كي تستفيد من هذه المقاطع يعني بكرر الكلام اكتر من مرة، لابد من الحل بيدك، عندك الكتاب، عندك السؤال، اكتبه مرة تانية وحله بإيدك. Show that the function fx يساوي ربع x تكعيب زائد 1 satisfies the hypothesis. hypothesis يعني ايه يا ولاد؟ يعني الفروض، فروض of the mean value theorem اللي هم كام واحد يعني؟ فرضين بس، continuous differentiable over the interval 0 to 2 ماشي، and find all values، وهات جميع القيم of c in the interval 0 to 2 at which the tangent line to the graph of f is parallel. parallel يعني ايه؟ يوازي parallel to، يوازي الحاجة اللي جاية يعني the secant. secant اللي هو ايه يا شباب؟ القاطع او الكورد يعني، او الوتر اللي بينهم. the secant line joining to the point 0 to 0 f of 0 to f of 2. ده بقى سؤال كده يعني ايه زي ما بيقولوا رسمي، رسمي. طيب الاول هذه الداله هي بولينوميال ولا لا؟ نقول له دي بولينوميال.
امال ايه الربع ده؟ نقول له الربع ده مش مشكله، ما يعني ملوش علاقه، المهم الاس، الاس بتاع الاكس، الاس بتاع الاكس لابد ان يكون موجب او صفر يعني ضمن الاعداد الكليه. لكن لو كان هذا الاس كسري يعني اكس اس 1 على 3، لا يبقى مش بولينوميال، يبقى اسمها راديكال جذريه، كيوب روت جذريه تكعيبيه. طب لو كانت اكس اس سالب 3 برضو ليست بولينوميال، تبقى كسريه، تبقى راشونال. فعشان كده الداله دي احنا مطمئنين انها بولينوميال، فنقول له الشرط الاول يا عم متحقق كونتينوس، والشرط الثاني ايضا متحقق ديفرنشيبل، صح ولا لا؟ والدليل على كده ايه؟ هات المشتقه اف داش اوف اكس بيساوي كام؟ نقول له 3 في ربع يبقى 3 على 4 اكس اس 2، بس هو ده المشتق، والواحد بزيرو. يبقى الشرط الاول هكتب له كده اف اوف اكس از كونتينوس، نختصر شويه كونتينوس ات الفتره 0 2، اف اوف اكس از ديفرنشيبل at 0 2. طيب والاف داش اهي جبناها كمان، يعني ايه يعني كنوع من انواع الايه الاثبات ان هي ديفرنشيبل يعني. طيب then there exist a c element in 0 2 opened such that f dash of c equal f of b minus f of a divided by b minus a. طيب الايه بكام؟ نقول له الايه بزيرو، والبي البي بتساوي 2. طيب وقيمه الداله عند الايه اللي هي الزيرو بواحد يعني، وقيمه الداله عند البي طبعا بعوض في انهي داله؟ الداله الاصليه اللي في السؤال نفسه اللي هي فوق دي، ربع ربع اكس تكعيب زائد واحد. فلما احط اكس بزيرو يطلع هنا بواحد بس، طيب لما احط اكس باتنين يبقى 3. عوض بالاله الحاسبه، اعمل 2 تكعيب ب 8، 8 في ربع ب 2 و1 يبقوا 3. اف داش اوف سي اللي هي كانت 3 على 4 سي تربيع، لاحظ هنا شوف اهي 3 على 4 كانت اكس تربيع، فبنحط الاكس مكانها ايه؟ سي. فايكوال اف اوف بي اللي هو 3 ناقص اف اوف اي اللي هو 1 على بي 2 ناقص 0. 3 ناقص 1 2، 2 على 2 يعني كام؟ 1. اذا 3 على 4 سي سكوير يساوي 1. طب وبعدين هنضرب هنا في المقلوب بتاع ده اللي هو 4 على 3، نضرب في 4 ضرب تايمز 4 على 3 للطرفين. لما نضرب في 4 على 3 السي سكوير في 3 على 4 يطلع سي سكوير بس، او اضرب 1 في 4 على 3 يطلع كام؟ 4 على 3. في واحد بيقول انا ممكن اقسم على 3 ارباع، ماشي هي هي نفس المعنى. طيب وباخذ الجذر التربيعي للطرفين، اذا سي بيساوي بلس اور ماينس سكوير روت اوف 4 على 3. طيب الاربعة لها جذر، جذرها 2 يعني، فيعني بيساوي بلس اور ماينس 2 على جذر 3. طيب يبقى عندي كام نقطة هنا؟ نقطتين. النقطة الأولى سي بتساوي 2 على جذر 3، والنقطة الثانية سي بتساوي سالب 2 على جذر 3. يا ترى النقطة الأولى هذه تنتمي إلى الفترة المفتوحة 0 2؟ أيوه تنتمي. إذا النقطة دي هي النقطة المطلوبة. طب هذه النقطة تنتمي إلى 0 2؟ لا ده سالبة فهي لا تنتمي، يبقى هذه النقطة مرفوضة، مرفوضة. يبقى النقطة المطلوبة هي كام؟ 2 على جذر 3. ممكن هذا السؤال يجي زي ما هو كده نصا واقول له the value of c is 2 على جذر 3، 2 على جذر 5، 3 على جذر 1، اي حاجة يعني اربع قيم مختلفة. عشان احسبهم ببدأ من هنا، ببدأ من اول دي f داش of c واشتغل اطلع الحساب بتاعي اللي هو بتاع نظرية القيمة المتوسطة. هذا اخر سؤال discuss لاجرانج مين فاليو ثيرم فور ذا فانكشن. طبعا هسيب لكم بس الجزء الاول اللي هو انها كونتينوس فعلا وانها ديفرنشيبل فعلا، وبعدين هقول له اف داش اوف سي اللي هي كام بقى؟ 6 سي ناقص 5 يساوي
اف اوف بي اللي هو قيمة الاربعة على بي ناقص ايه الاربعة ناقص واحد، اف اوف بي اللي هو تلاتة في ادي ستاشر 48 ناقص 5 في 4 20، يبقى هنا فوق 28 ناقص الواحد بقى 3 في 1 ب 3 ناقص 5 يبقى سالب 2 كده يعني بيساوي 28 زائد 2 على 3 يعني 30 على 3 طيب يعني 10، يبقى 6 سي ناقص 5 يساوي 10. طيب حول الخمسة الجهة التانية، يبقى 6 سي يساوي 15، سي مقسم على 6 يبقى سي تساوي 15 على 6، يعني سي تساوي كام؟ 15 على 6 دي يعني هقسم على 3 فيها 5 على 3 فيها 2 يعني 5 على 2. هذه النقطة لابد أن نتأكد أنها موجودة داخل الفترة. 5 على 2 يعني 2 ونص. هل هي موجودة بين الفترة 1 و 4؟ نعم. إذن هي تحقق النقطة التي تحقق لاجرانج مين فاليو ثيرم. طيب discuss Rolle's theorem for the function f of x يساوي square root of 4 minus x square on the interval minus 2 2. الحقيقة أنت لما تيجي تشوف minus 2 2 هتلاقي هو الدومين بتاع دي. يعني لما تيجي تجيب الدومين، طبعا طالما هي دالة جذرية بقى، يبقى 4 ناقص x تربيع more than or equal 0. طيب نحللها، يبقى 2 ناقص x في 2 زائد x تخليها تساوي 0. يعني في عندي نقطتين x يساوي 2 و x يساوي سالب 2. الإشارات بتاعت الدالة ديت عند الاتنين وعند السالب 2، طبعا القيمة نفسها عند 2 وسالب 2 موجودة لأنها بتساوي 0. الإشارات هنا حسب إشارة مين؟ الإكس سكوير، إشارتها سالب، يبقى هنا ماينس وهنا بلس وهنا ماينس بالتعويض طبعا. أنا عايز يكون أكبر أو يساوي زيرو، يبقى الدومين هو هذه الفترة، يبقى الدومين بيساوي ماينس 2 2. طبعا زي ما احنا عارفين إنه أي دالة هتكون كونتينيوس على الدومين بتاعها، يبقى اف أوف إكس إز كونتينيوس على الدومين اللي هو سالب 2 2. تمام. رقم 2 f of x is differentiable، قابلة للاشتقاق على سالب 2 و2. لاحظ هنا المشتقة بقى بكام؟ لو انت جبت تجيب المشتقة f داش بتساوي كام؟ بتساوي minus 2x على 2 الجذر التربيعي 4 ناقص x تربيع. هنا استخدمنا طبعا chain rule، مشتق ما بداخل الجذر على 2 في الجذر نفسه. بعد شويه هشطب 2 مع 2. المهم الشرط الثالث كمان خده معاك، اللي هو f of minus 2 بيساوي كام؟ عوض هتلاقي 0. طيب f of 2 عوض في الداله الاصليه برضو 0. اذا هي تحقق نظريه القيمه المتوسطه. طيب يبقى لازم وجود f داش of c تساوي 0. طب اف داش اوف سي اللي هو مين؟ اللي هو ماينس 2 سي، هنخليها سي بس، على 2 هنشطب 2 مع 2 يبقى سكوير روت اوف 4 ماينس اكس سكوير، وده بيساوي 0. وهذا معناه طالما انه بسط ومقام وبيساوي 0، يبقى بعتبر البسط فقط هو اللي بيساوي الزيرو. يعني ماينس سي تساوي 0، اذا سي تساوي 0. عليا بس اتاكد انه هذه النقطه فعلا موجودة بين ماينس 2 و 2، هي نقطة سي بتساوي 0، النقطة التي تحقق نظرية القيمة المتوسطة لهذه الدالة. يجب أن تعلم أيضا أن هذه الدالة لو جيت أرسمها هلاقيها عاملة زي نص دايرة كده، نص دايرة كده بالظبط. النقطة دي اللي هي 2 سالب 2، والنقطة دي اللي هي كام؟ 2. وهذه النقطة هي النقطة التي تحقق نظرية ايه؟ رول. جاية فين؟ عند الزيرو فعلا بالظبط. أرجو أن نكون وفقنا في هذا الدروس، في هذه الدروس، وأن نكون قد استفدنا منها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.